السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مشاهدي الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم أفلا تبصرون حلقة اليوم بعنوان الإعجاز في قيام الليل هذه الحلقة يعني إحنا بفضل الله خصصناها النهاردة لأن نحن في يوم مبارك يعني ليلة السابع والعشرين مشاهدينا الكرام دعوني أرحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الدكتور محمد العجرولي عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة مرحبا بك يا الدكتور. اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله وكل عام انتم وساده المشاهدين بكل خير كل عام وانتم بخير وعليكم السلام ورحمه الله يعني الاعجاز في قيام الليل نعم. يعني حدثنا عشان بس نفرد بقى كده لباقي مواضيع الحلقه حدثنا نعم. عن قيام الليل نعم احسنت بارك الله فيكم يعني قد حدثنا الله تبارك وتعالى وحدثنا رسوله صلى الله عليه واله وسلم نعم. عن قيام الليل حتى م. اننا نستشعر هذه النعمه الجليله م. ونحمد الله تبارك وتعالى الذي جعل الصلاه راحه للمؤمنين ومفزعا للخائفين ونورا للمستوحشين ويعني نصلي ونسلم على امام الراكعين والساجدين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. يعني هنجعل مدخلنا لهذا حتى يعني نتناول بابا من باب الإعجاز العلمي م. في قيام الليل نجعل المدخل هذا حديث عظيم جدا لرسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم الله الإمام أحمد صلى وسلم. في مسنده نعم. والأئمة الكرام الترمذي والبيهقي والحاكم <applause> عن بلال رضي الله عنه نعم. والمساكن <applause> عن أبي الدرداء رضي الله عنه نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل نعم. فإنه دأب الصالحين قبلكم نعم. وقربة إلى الله عز وجل، ومنهاة عن الإثم. نعم. وتكفير للسيئات، م. ومطردة للداء من الجسد. مطردة للداء من الجسد. لا بقى الجزئية دي كده بقى باستضاح بقى. نعم. آه. نعم. الحبيب صلى الله, وسلم صلى الله عليه وسلم يخاطبنا ويوصينا م. بقيام الليل. م. ويذكر هذه الميزات العظيمه، م. والله يقول فإنه دأب الصالحين قبلك أيوه حتى في الأمم التي سبقت لا. أمة محمد صلى صل الله عليه وسلم الله عليه وقربة إلى الله عز وجل، والله لو ما في قيام الليل م. سوى أنها قربة إلى الله عز وجل كفى. بالتأكيد وانظر منهاة عن الإثم، كلام. الليل يجعلك داخليا تنتهي عن الإثم م. أن تقع في الإثم وتكفير للسيئات ويمحو السيئات م. والشيء العجيب في ختام هذا الحديث ومطردة للداء من الجسد اه هي دي بقى كم من الناس يعاني م. من الداء من نا. المرض م. ويشتكي ويذهب للاطباء والمعاهد المتخصصه والمستشفيات وغير ذلك م. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك مفتاحا صحيح. منيرا ل لي ليس علاجا لكي تتخلص نعم يعني يطرد الداء من الجسد نا. كان وكان قيام الليل وقاء نعم فيه وقاء من نا. الامراض ومن نا. الادواء وان شاء الله نبين هذا بشيء من التفصيل وكما عودنا مشاهدينا الكرام من خلال آه هذا البرنامج الطيب عن آه على الادله طب الحديث الحديث وال... بالحديث يذكر يعني نعم. خلينا في الجزئيه دي مطرده للداء من الجثث كما ذكرت نشرح نعم. بقى المساله نعم احسنتم نعم. يعني قيام الليل وما ادراكم ما قيام الليل مم. الله تبارك وتعالى يعني حدثنا كثيرا في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في سنته هذه الافضليه لقيام الليل نعم. ولكن اذا اردنا ان ناخذ هذا الباب مطردة للداء من الجسد لابد ان نبدا يعني القصه من الاول حتى يفهمها المشاهد الكريم غير نعم. المتخصص نعم. ان الله تبارك وتعالى جعل في جسم الانسان ما يسمى بالإيقاع المرتبط بالوقت أو السركاديان ريثم الريثم زي ما قلنا رتم م. أو إيقاع وسركاديان يعني مرتبط بالوقت تنظم من خلاله عمليات النوم والاستيقاظ م. ومعدلات الأكل والشرب ودرجة حرارة الجسم وإفرازات الهرمونات المختلفة التي تقوم بالوظائف المختلفة م. وغير ذلك من يعني مئات العمليات الحيوية داخل الجسم هذه الإيقاعات جميعها تخضع لساعة بيولوجية اشياء تنشط خلال النهار واشياء تنشط خلال الليل مم. والاشياء اللي تنشط خلال النهار يعني تاتي في نهايه الليل في قرب النهار وتبتدي تنشط زي مم. ايه الجهاز العصبي الودي والقلب والدوره الدمويه والتنفس والهرمونات التي توفر الطاقه والكورتيزون وده لقمه صباحيه نعم. والهرمون الحاث لافراز الكورتيزون قبل الكورتيزون بساعه اثناء الليل ينشط كل ما يؤدي الى الاسترخاء والى م. النوم. زي الجهاز العصبي جار الودي او نظير الودي، احنا قلنا الثاني الجهاز العصبي الودي هو الذي ينشط في النهار. نعم. آه هرمون الميلاتونين، ماده البروستاجلاندين الخلايا الليمفويه الليمفاويه، آه كرات الدم البيضاء اللي هي بتدافع عن الجسم نعم. لتعزيز دفاعات الجسم ولهذا غالبا ما تاتي الحمى في الليل م. ويقل بقى هرمون الكورتيزون وبالتالي تنشط وسائل المناعه. لكن الكورتيزون هذا يزيد في اخر الليل ويمكن ان تقاس هذه الزياده شبه الثابته كل يوم م. في يعني في آه هذا الوقت من لان هذا يذكرني الحقيقه نعم. زيادة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي <applause> آه اخرجه الامام مسلم ان في الليل الى ساعه م. لا يوافقها عبد مسلم يسال الله فيها خيرا الا نعم. اتاه ذلك وذلك كل ليله م. يعني قيام الليل بقى يؤدي الى السيطره على هرمون الكورتيزون عشان ما يزيدش ويعمل تنشيط لوظائف كثيره في الوقت اللي الانسان خامل فيه ونايم فيه م. فهذا يكون على عكس اتجاه البدن ويؤدي الى اختلال في البدن م. في الثلث الاخير من الليل الزياده المفاجئه في في مستوى سكر الدم متوقعه بسبب زياده الكورتيزون نعم. وبالتالي اذا قام الانسان في هذا الوقت المبارك وقت السحر او الثلث الاخير من الليل على وجه التحديد هذا يؤدي الى افراز هرمون الكورتيزون افراز هرمون الكورتيزون دوت يفرز نعم. من القشره الداخليه القشره الخارجيه للغده الجاركولويه اللي بيسموها الادرينال جلينت. هذه يعني منها لب يفرز الادرينالين ومنها قشره تفرز الكورتيزون. نعم. قيام الليل باذن الله تبارك وتعالى بنفس هذا المنحة يؤدي الى السيطره على الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم م. ويقي باذن الله تبارك وتعالى من السكته المخيه. والازمات القلبيه كل هذه قيام يا يؤدي ايضا يا الله. الى تخلص الجسد نسبيا م. من تراكم دهون ديدات الثلاثيه في الدم اللي هي الدهون الضاره نعم وهذه التي تسبب عاده امراض الشرايين التاجيه ويمكن الصوره معانا الحاجه الغريبه ان في مجله طبيه يعلمها تماما الاطباء مجله كبيره جدا اسمها ستروك نعم سترونج دي يعرفها دكاتره المخ والاعصاب يعرفها دكاتره الاوعيه الدمويه المختصين نعم تخصصات اللي انا قلتهم دول اساتذه القلب يعني يشيروا في تقرير حديث جدا عن دراسه استمرت سبع سنوات ونصف شوف حجم الدراسه عامل ازاي قالوا ان اكبر زياده في نسبه احتمالات الاصابه بالسكته والتي بلغت 70% رصدت ما بين هؤلاء الذين ينامون تسع ساعات او اكثر نا. ومن بين يعني المرضى اللي كان شملتهم الدراسه 1166 حد في هذه الدراسه او مريض يعني نعم. تعرض للسكتة الموضعية وهو النوع الاكثر شيوعا في السكتات نعم. ده يحدث حينما يسد احد الاوعيه الدمويه في المخ منع الاكسجين من الوصول في المخ احد اسبابه القويه طول النوم نعم. فيبدا هذا الحياة انسجه المخ تعتل او بعضها يموت وايضا يؤكد الاطباء ان طول النوم لفترات طويله يؤدي الى اعتلال عضله القلب لان مع النوم عضله القلب نشاطها بيئتي تضعف فانها تضعف 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 ما فيش اي قيام ما فيش اي نشاط نعم. آه وقالوا شوف الاطباء الغربيين هم ما يعرفوش اي حاجه عن قيام الليل قالوا بالنص كده ان الاستيقاظ في الليل لنصف ساعه مثلا مفيد جدا لتنشيط القلب والدماغ وتغذيتهما بالاكسجين كي لا يكون النوم مستمرا نعم م. نعم انهما يتعرضان لنقص الاكسجين اثناء النوم م. قلب والدماغ وقد تتطور هذه الحاله عند بعض المرضى وتوصل الى السكته ايضا يقلل باذن الله تبارك يعني. وتعالى قيام الليل م. من مخاطر تجلط الدم في وريد العين الشبكي م. وده يحدث نتيجه لبطء سريان الدم اثناء النوم الطويل م. وزياده لزوجه الدم بسبب قله تناول السوائل نعم. او بسبب السمنه المفرطه وصعوبه التنفس ايضا ده يؤدي الى ارتجاع الدم الوريدي من الراس نعم. فهذا كله يعني بفضل الله تبارك وتعالى من كيفيات قيام الليل بطرد الدائي من الجسد مطرده نعم. للداء من الجسد هكذا نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا قيام الليل ينشط الذاكره مم. وينبه وظائف المخ انت لما تقوم الليل انت هتستدعي الايات لو انت اللي هتقرا او هتسمع الايات فهتتدبر فيها مم. فده يعمل نوع من انواع التنشيط بالنسبه للذاكره ووظائف المخ الذهنيه نعم. وظائف العليا بالنسبه للمخ فيقي بفضل الله مع طول قيام الليل الانسان من مرض خرف الشيخوخه اللي هو بيسموه الزهايمر وأيضا يقي من أمراض الاكتئاب وما شابه لما في قيام الليل من قراءة وتدبر للقرآن الكريم واسترجاع للأذكار وازداد التسبيح وأنت راكع وساجد أو الاستغفار يعني ربنا سبحانه وتعالى يحثنا عليه في سوره الذريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. ايضا قيام الليل يؤدي باذن الله الى تحسن وليونه عند مرضى التهاب المفاصل، الناس مم. اللي بتشتكي من التهاب المفاصل مم. سواء كان التهاب روماتيزمي او غير ذلك نتيجه للحركه الخفيفه والتدليك بالماء عند الوضوء. كتاب آه الله. اسمه الوصايا الطبيه المجربه واسرار الشفاء الطبيعيه. كتاب بالانجليزيه. لمجموعه مؤلفين امريكيين غير مسلمين، بص بيقول ايه بقى؟ هؤلاء لم يحركهم الا البحث العلمي، م. قالوا ان القيام من الفراش في جوف الليل، وتدليك الاطراف بالماء، والحركه داخل المنزل، والقيام ببعض التمرينات الرياضيه الخفيفه، والتنفس بعمق له فوائد صحيه بالله عليك كانهم يصفون حال قيام الليل اللي. اللي يقوم ودلك اللي رجلك ويعمل حاجات خفيفه كان يعني هم ما يعرفوش لا. ولكن الله لا. تبارك وتعالى انطقهم لا. بمثل هذا ليشير الينا لا. الى النعمه لا. شوف بقى هم اللي هيقوم يعمل الحاجات دي هيقوم بس م. لسبب صحي صحيح. انها مش هياخذ ثواب شوف م. بقى انت خد بالك من اللذه التي اعدها الله لا. تبارك وتعالى في الاخيره لهؤلاء الذين يقومون الليل وايضا يفوزون بمطردة الداء من الجسد كيفما نعم. بين الحبيب صلى الله عليه وسلم أي متأمل لهذه التوصيات يبين أو يتبين أن هذه م. تشابه تماما يعني ما أمر الله تبارك وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم نعم. والأمة جميعا من خلفها يا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم من خلف كل أمة من خلف أنبيائها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نعم. طيب احنا يعني شخص اعتاد قيام الليل نعم تمام نسأل الله ان يكون منهم يعني نعم. ونرزقنا الإخلاص نعم. هذا الشخص الذي اعتاد ان يقوم الليل هل يعني ما هي الفائدة التي تعود عليه طبعا احنا ذكرنا فوائد كثر نعم. لقيام الليل نعم. هذا الرجل الذي بفضل الله يعتاد قيام الليل نعم. ودائما يعني لا يعني ما بيعديش ليلة الا ما يقيم الليل هل هنا في هذه الحالة يكون قيام لأي سببا للعلاج او الوقايه من امراض عديده. نعم كيفما بينا نعم. من امراض السكتس الوقايه من السكتات الدماغيه وتقويه م. عضله القلب وتنشيط الدوره الدمويه المخيه نعم. و ايضا تحسن حالات المفاصل م. الام المفاصل م. وتبين انه انه ده كله فيه تنشيط عام لكل الجسم م. فلا يمكن يعني الجسم يبقى ليه مناعه كده لا يمكن المرض من قوي. مستعد الجسم. نعم م. لهذا التعبير مطرده بداي من الجسد من قال قول اه تعبير يأسرني من رسول لا الله لا صلى الله, الله عليه وسلم عايز أقول كمان انه قيام الليل مش بس النواحي الصحيه وقد يعني فصلها فصلنا منها نحوا لان الناس عايزه تتدبر في الانفس يعني شوف مش بس ده ده يصلح النفس نفسها نفس الحزينه يعني تخفف اثار الحزن عليها البهجه على. والسرور نعم خلال الب... لانه انت في طاعه طول الليل او ساعه من الليل او اكثر او اقل وانا مش بس على مستوى الفرد على مستوى الامه الامه التي ترهلت كثيرا كثيرا قيام الليل هو بدايه الطريق لاعاده تاهيل الامه الله مره اخري لان عبر. يعني الله تبارك وتعالى حينما جهز هؤلاء الصحابه م. في اول الامر وحتى يتحملوا مشاق الرساله واعباء الجهاد في سبيل الله يعني كان قيام الليل في البدايه فرضا إلى نعم. نزلت آية التخفيف في ختام سورة المزمل ظلوا يقومون الليل كما تقول أم المؤمنين عائشة عامًا كاملًا نعم. سنة كاملة يقوم الليل على أنه هو فرض فيعني سبحان الله هذا يعني إعداد للأمة لتحمل أعباء آه هذا الدين خاصه في آه في وجود كثره المتربصين بهذا الدين نعم. ايضا طهاره للقلب زكاة للنفس نحن الان يعني نرى كثيرا جدا هناك من يصلون ويصومون ولكن تجد انفسهم فيها شيء من الجمود والاخلاق ليست كما ينبغي او كما تامر به الصلاه آه هذه الصلاه بما انها سريه ويعني في الليل ولا احد يطلع عليها نعم. فهي تطهر القلب الانسان يعود نفسه ان يكون له ما بينه وما بين الله سر من العباده وفيها دليل على الاخلاص يعني. نعم فيها م. نعم وانظر في اي وقت ان يعني في ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا في وقت يعني يدرب الانسان ويعني يعني كيف يكون الله تبارك وتعالى ينزل الى سماء الدنيا معلومة. ويسال عباده من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له ونحن نائمون مم. يعني هل هل امر هل يكون ونقوم في النهار نقول مم. يا رب ضربنا الفقر وضربنا الضعف وضربنا كذا والعدو الفلاني اخذ منا كذا والعدو العلاني هاجمنا بكذا بكذا ما هو قد عرض عليك مغفرته وعرض نعم. عليك نعم. السؤال ليستجيب في كل ليله يعني كل آه ليله آه يعني لا يكل ولا يمد الا نعم. من رحم ربي نعم. فنسال الله عز وجل ان نكون من هؤلاء الذين نعم. نعم. قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. اقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الاخر نعم. فان استطعت تكون ممن يذكر الله في تلك الساعه. طيب دلوقتي احنا في هذه الليله المباركه أنا حابب أن حضرتك السؤال الأخير نعم. تستطرد في هذا الجانب نعم. يعني بشرى لمن يقوم الليل نعم أحسنت يعني أولا أنت ستكون على سمت رسول الله صلى, صلى الله, الله وسلم. عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل يعني كم الذنوب والمعاصي نفعلها الآن نعم. ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. نعم. فتقول له ام المؤمنين عائشه يا رسول الله, الله. الله يعني لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. أنا وانت أفل. والمشاهدين محتاجين ان يغفر لنا نا. ما تقدم من الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم مبشر بانه قد غفر له نا. ما تقدم فيقول افلا اكون عبدا شكورا. نعم. يعني انت تقوم عشان تغفر الذنوب وفي نفس الوقت تكتب عند الله نا. عز وجل من الشاكر. الشكر نا. لا يكون باللسان فحسب ولكن لابد ان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. آه ولكن البشره العظيمه م. التي يعني اسوقها بين ايدي احبابي م. مشاهدي آه قناه الندى الفضائيه آه لمن يداوم على قيام الليل لا. يقول الصادق صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الائمه الطبراني والحاكم بسند صححه الالباني رحم الله الجميع يقول ان في الغ ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قيل لمن يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام وبات قائما أي بات مطيلا للقيام بين يدي الله تبارك وتعالى وجل الناس نائمون في هذا هذه بشرى عظيمة جدا وإعداد طيب لك وستجد ثواب هذا في الاخره باذن الله تبارك وتعالى مما لم يخطر على قلبك مهما قدرت هذا الثواب نعم. من الله تبارك نسال نعم. الله لنا ولك ولجميع المشاهدين القبول في هذه الليله المباركه. امين امين. اللهم امين. آمين. آه فضيل الدكتور محمد العبدودي شكرا جزيلا لك. شكر الله لكم. مشاهدينا الكرام يعني في نهايه الحلقه هذه الليله يعني طلب صغير علينا يعني ان ندعو بقلب يعني راجيا من الله عز وجل. ان يجير اخواننا في كل مكان في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي غيرها من الاقطار الاسلاميه وفي بورما وفي غيرها يعني هذا رجاء نسال الله ان يصلح حالنا وحال شبابنا في كل مكان اللهم امين مشاهدينا الكرام نهايه الحلقه السلام عليكم ورحمه وبركاته